طيب نكمل بقى المحاضرة الرابعة، نفس الكلام في الجي اف اف، ولكن الكولومز بس أسمائهم مختلفة. يعني أقول لكم حاجة، إحنا في اللي فات دهوت إحنا كأننا كنا بنعمل تشريح أو تفصيل للجين، صح؟ واتفقنا إن ال 12 فيل دهوت عبارة عن الكولومز، صح؟ طيب الجي اف اف نفس الكونسبت، ولكن أسماء ال أسماء الكولومز مختلفة. يعني أقول لك حاجة، مثلا بقى هناك كان ايه، كان كروم، هنا مثلا السيك نيم، السيك نيم دوت ده بيعبر عن الاسم السيكونس عموما، سواء كان كروموسوم او اي حاجه سكافولد عموما، ماشي؟ يبقى السيك نيم دوت بيساوي الكروم هناك في الايه، في البيت فورمات. السورس، السورس شوف ده بقى حاجات مختلفه شويه عن البيت فورمات. عشان كده مثلا انا ممكن يكون عندي داتا، بيولوجيكال داتا، يكون عندي ملف ليها جي اف اف، ويكون عندي ملف ليها بيد، ويكون عليه ملف ليها مثلا فاستا او فاستا كيو. كل حاجة أنا بستخدمه في حاجة معينة على حسب البرنامج اللي أنا بعمله، يعني على حسب المعلومات اللي أنا محتاجها في البروجرام اللي أنا ببرمجه. نفترض إن أنت مثلا مجرد افتراض، يعني أنت بتعمل برنامج محتاج تعرف فيه اسم الجهاز أو اسم البرنامج اللي طلع الفيتشر دي، تمام؟ يبقى ساعتها أنا هروح للجي اف اف فورمات. اشمعنى؟ عشان هو أنا عارف إن في كولوم اسمه سورس، السورس ده هو بيشيل أو بيجيب معلومات عن البرنامج اللي طلع الفيتشر، صح ولا لأ؟ وهكذا. يبقى أنا أعرف كل فورمات وأعرف كل الكولومز اللي موجودة فيها، لما أنا أجي أعمل برنامج ببايثون ولا حاجة أعرف أنا محتاج مجموعة معلومات إيه، ادور على الملف بالفورمات ده، الفورمات المعينه ده هي، تمام؟ وابدا اعمل عليها العمليات المعينه دي. حلو، جميل. يبقى اول حاجه سيك نيم، تاني حاجه السورس اللي هو اسم البرنامج اللي طلع الفيتشر، الفيتشر نفسها اللي هو اسم الفيتشر، the name of this type of feature، ايوه some example مثلا CDS، وهكذا. الستارت يعني المكان اللي بيبدا من عنده الفيتشر، الاند النهايه بتاعه الفيتشر، تمام؟ الفيتشر دي يا جماعة ممكن تبقى أي حاجة، ممكن تبقى اكزونز، ممكن تبقى انترونز، يعني هي عبارة عن ميزة جوه أو حاجة مميزة للكروموزوم، حاجة احنا لاحظناها في الكروموزوم، تمام؟ السكور ده نفس السكور اللي هناك، ستراند نفس الستراند اللي هناك، قصدي يعني نفس الكونسبت يعني، ماشي؟ ولاحظ هنا اللي أنا ممكن هنا لو لقيت مثلا دوت، تمام؟ ايه هو الدوت ده؟ هو لو لقيت دوت يبقى هو يا مفيش معلومات، تمام، او احنا مش مهتمين بيها. حد فاهم الفكره؟ يعني لو انا مثلا لقيت كده وانت بتشوف، او لقيت مكان مثلا هنا المفروض يبقى كان في ايه، كان في حاجه اسمها الفريم. الفريم ده هو دي ليها علاقه بطريقه اعتقد الترانسليشن، ثواني كده في حاجه انا اشوف، انا برضو نسيت مثلا المعلومه دي مش مكتوبه عندي، اقوم ارجع للكلام اللي انا كنت كاتبه ورا الدكتورة مثلا او كده ويقرأ، فانا هقرأ هو ارجع تاني. اه بالظبط، يعني انا لقيت ان هي فعلا طريقة ترجمة ال mRNA لأمينو أسيد، مش اتفقنا ان ال mRNA في الاخر بيترجم، بيتعمل له translation وبيبقى ايه، بيبقى بروتينز، صح؟ طيب قالك بقى طريقة الترجمة للأمينو أسيد اسمها الفريم. لو انت بدأت من فريم زيرو مثلا، يبقى انت بدأت من اول بيس في الامينو اسيد، يبقى انت ساعتها بدأت بطريقة اسمها فريم زيرو. لو بدأت من تاني بيس هتبقى فريم وان، لو تالت بيس يبقى، وهكذا يعني، نبقى نبص عليها بعدين. المهم يعني الفريم ده برضو كولوم موجود، تمام؟ وهنا مثلا تشوف اللي هو موجود دوت. يعني ايه موجود دوت؟ يعني المعلومة ده هي انا مش محتاج اعرفها، تمام؟ او هي مش متوفرة بالنسبة لي، جميل؟ طيب الجروب، قلنا الجروب all lines with the same group are linked together. يعني انت بكل بساطة انت بتجمع شوية حاجات مع بعض. يعني لقيت مثلا ان اول رو ده هوت، تمام، اللي هو ده، وتاني رو لقيت ان في حاجات متشابهة منه، يعني حاجات كتير متشابهة بينهم، تمام، فتحطهم في نفس الجروب. هتقوم مسمي مثلا جروب تاتش واحد وتاتش واحد، وتحطهم هما الاتنين جروب، تمام، كأنك انت وصحابك على الواتس مثلا لقيتوا يعني انتوا عايزين تجمعوا بعض، فعملت جروب وجمعتوا بعض، تمام، وسميتوا اي حاجه بقى. نفس الكلام هنا، لقينا الاتنين روز ده هما شبه بعض في حاجات كتير، فقررنا ان احنا نحطهم في نفس الجروب، ماشي؟ اللي هو ده في جروب تاتش واحد، ده في جروب تاتش واحد. عشان مثلا لو انا حبيت بعد كده ان انا عايز اشوف كل
مثلا الروز اللي مع بعض في نفس الجروب اللي ليهم صفات مثلا مشتركة معينة، اقدر بكل سهولة ان انا اوصل عن طريق اسم الجروب اوصل لكل الايه الروز اللي هي الصفوف يعني اللي كانت تبع مثلا الجروب الفلاني لو اتاتش واحد مثلا في الحالة دي. تمام، يبقى تاني يبقى في الجي اف اف انا عندي 9 كولومز، اول واحد السيك نيم، تاني واحد السورس، الفيتشر لغاية الجروب. نفس الكلام ممكن يجي في الامتحان يجيب لي مثلا سؤال زي ده، يقول لي بالنسبة لأول رو مثلا يقول لي قول لي ايه هو اسم الفيتشر، فانا اقول له ساعتها اسمها الانهانسر. تمام، عشان انا عارف ان الفيتشر ترتيبها كولوم التالت. ماشي، ممكن يقول لي طب ايه هو الستراند، هقول له ده الكودينج ستراند عشان هنا في بلس. ممكن يقول لي كام مثلا رو تابع للجروب اللي اسمها تاتش واحد، فانا هبص على اخر جروب قصدي اخر كولوم هلاقي ان هما الاتنين تبع تاتش واحد، عشان انا كده كده عارف ان الكولوم التاسع اللي هو ده بيمثل الجروب اللي هو الحاجات اللي مشتركة مع بعضها يعني. تمام، اخر واحدة اللي هي الجي اف اف 3، والفرق ما بين الجي اف اف 3 ان هو لو حد لاحظ معايا هنا شوف انا مثلا برضو وهنا مش مكتوب، فانا هنا كاتب، فده برضو ميزة اللي انت تكون كاتب ورا وانت بتسمع يعني. فهو هنا الفكرة في ايه، ان هو في اخر كولوم هنا لو حد واخد باله هنا عندي حاجة اسمها اي دي ونيم وبيرنت، دي بتفرق معايا في ايه؟ قالك ان كل رو هيكون له اي دي معين. تمام، يعني هيكون له حاجة بتعرفه اسمها الاي دي، كأنك انت ليك مثلا اي دي على اللي هو الرقم القومي كمثال. تمام، ومش بس كده، هيحدد كمان البيرنت بتاعه ايه، يعني هو تابع لأي مثلا كروموزوم. يعني لاحظ معايا هنا حاجة، شوف هنا الحاجة اسمها بيرنت، بيرنت ام ار ان اي 301. لو جه في الامتحان قال لك اذكر لي مثلا الشيلدرن بتاع او اللي هو الاجزاء بتاعه الام ار ان اي، فانا اقول له اللي هو تاني صف، تالت صف، رابع صف، خامس صف، سادس صف. ليه؟ عشان هو مكتوب هنا جنب الاي دي بتاع كل واحد ما بينهم، جنب الاي دي بتاع كل رو مكتوب هنا حاجه اسمها البيرنت، بيقول لي ان ده هو تابع لاي فيتشر او لاي قطعه. تمام، الحته دي مهمه، زي ما مثلا ما انت عندك برضو في البطاقه اللي انت او عندك في شهاده الميلاد اللي انت مكتوب ايه، مكتوب اللي مثلا ابوك اسمه كذا ووالدتك اسمها كذا وكده، يعني حاجات بتعرفك اكتر من مجرد اي دي عشان اعرف انت تبع مين، انت اصنفك تبع ايه. تمام، فانا هنا في الجي اف اف 3 اللي انا زودت الحته الاخيره دهيت اللي هي فيها الاي دي لكل رو، وفيها كمان اللي انا بحدد او بقول مين البيرنت بتاع كل ايه بتاع كل رو. تمام، وبس كده اعتقد ان الموضوع كده انتهى يعني بتاع المحاضرة الرابعة. انا بس بشوف لو في اي حاجة مثلا انا عديتها او كده راجع عليها تاني، ولكن هو كده خلاص يعني. طيب كده المحاضرة الرابعة كلها خلصت، هي كانت محاضرة بسيطة، ان شاء الله هنكمل الفيديو الجاي.